ايوه رائف، انت فين؟ عند جورج؟ طيب انا جاي. انا لا لا، انا اللي حاجه، انا خليك زي ما انت. الراجل الفشار اللي عندك ده وحشني قوي. اوصل حضرتك يا فندم؟ لا لا، روح اركن العربية وروح انت، انا هتمشي شوي. اتفضلوا يا شباب، الاكل جاهز. سيادة المستشار هيلحقنا لانه جاي في الطريق. حبيب عم جورج. اهدى بإذن الله خير. يا رب يا رب. يا جورج، أنا أول ما سمعت ضرب النار قلت أكيد بابا. إن شاء الله خير. يا رب يا وليد. أكيد اللي حصل ده ليه علاقة بقضية عماد وصفي. أنا قلت له ما تقفش قدام الراجل ده. الموضوع يوصل للقتل، هو في كده؟ يا جماعة مش عايزين نجزم الموضوع بالطريقة دي. أستاذ ثابت محامي مشهور وكبير جدا، يعني عنده قضايا كبيرة وتقيلة قوي في البلد. أكيد ليه أعداء كتير. معلش، هو الحقاني دايما كده. آه أيوة، ربنا بس يطمنا عليه. ربنا يطمنا عليه. بابا بابا، أنت كويس؟ دكتور إيه الأخبار؟ مش هقدر أقول لك أي حاجة دلوقتي، مفيش حاجة هتبان بعد 48 ساعة. يعني إيه؟ يعني نقول ربنا يسهل، إن شاء الله خير. يا رب يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. شكر ليكوا يا جماعه، معلش تعبتكم معايا النهارده. ايه يا عم رائف اللي بتقوله ده؟ انت هتزعلنا منك، احنا اخواتي يا اخي، لو قلت الكلام ده تاني بجد اقفل منك.
ثابت ده اكتر من اخويا، ربنا يقومه بالسلامة. ما تقلقش ان شاء الله هيبقى زي الفل. يا رائف لو احتجت اي حاجة مش محتاج اوصيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا ابني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة. السلام عليكم. مع الف سلامة. ألف سلامة على بابا. الله يسلمك يا حسنى. طمني الدكاترة قالوا إيه؟ الدكاترة ما قالوش حاجة. في حالة تعتيم غريبة كده. حتى ما رضوش إن أنا بات معاه النهاردة في المستشفى. معلش. إن شاء الله خير. يا رب. ألف شكر يا حسنى. خص عليك يا رأفة اللي أنت بتقوله ده. تشكرني على إيه؟ أنت عارف عم ثابت قد إيه أنا بحبه وبعتبره زي بابا بالظبط. عارف. عارفة يا حسنى اللي حصل ده كسر لي ظهري. أبويا كان كل حاجة في حياتي، كان ظهري وسندي. متقولش كده، خلي أملك في ربنا كبير. ممكن ثابت تعبان قوي. انا كدكتور بقول لك ان مكان الرصاصه كده في الظهر في منتهى الخطوره. يعني ايه مش هيعيش؟ ربنا يديله طول العمر، بس حتى لو عايش ما تتوقعيش يعني ان هو هيعيش طبيعي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ورائف عامل ايه؟ رائف تايه، تحس كده ان هو مش شايف اي حد حواليه. طبعا يا حبيبي، ما هو انكل ثابت هو اللي له في الدنيا. بقول لك ايه، دول 3000 جنيه ايراد العياده امبارح والنهارده، طلع لي منهم 2000 وحطيهم في ظرف عشان بكره وانا نازل اعدي ارفع قسط العربيه. طب يا حبيبي اطلع انت غير لحد ما اجهز لك العشاء. انا خلصان اصلا. اخصى عليك يا راجل، بقى كل ده يحصل وما تكلميناش تبلغينا؟ لا انت بتهزري يا بنتي. ما بسالش ايه بس، والله انت لو تعرفي انا كل يوم مقتوله ازاي. برجع من البنك مش قادرة أتحرك، بفضل قاعدة على الكنبة قدام التلفزيون. أنا حتى مش عارفة أساعد ماما في شغل البيت خالص. ما أنا قلت لها هجيب لك شغالة بس هي مش عايزة. المهم سيبكي أنت بقى، هتعملي إيه مع حسن؟ إيه هتطلقي؟ لا يا شيخة، أعوذ بالله. طب إهدي إهدي، طيب إهدي بس، طب إهدي عشان نقدر نتكلم. طب استني، طب أسمع. في إيه؟ مين ده اللي هيطلق؟ إيه طب ثواني هكلمك تاني. مين ده؟ مفيش يا ماما مفيش. انت قلت في طلاق، مين اللي هيتطلق؟ راجية بنتك اللي هتتطلق. يا مسبسي يا حبيبتي يا بنتي. ايه يا حبيبي انت نازل ولا ايه؟ يا حبيبتي رايح فين؟ مشوار كده، الاهل صحابي باعتين معايا هدايا وفلوس. ده انت هتتأخر بقى على كده. ايه؟ اوحشك. هتوحشني اكيد. انا عن نفسي مش عايز اتأخر خالص، عايز اقعد هنا، بس انت عارفه بقى زحمه تحت وبناية. ماشي يا حبيبي، روح وترجع بالسلامه. خلي بالك على نفسك. انت كمان. مش عايز حاجه ولا لا؟ عايز سلام. ايوه هند، تعالي دلوقتي. حلو. ايه دول؟ ما انتيش عارفه ايه دول؟ مفيش مصري. جرى ايه هند في ايه؟ متعدي على اي صرفه وانتي ماشيه وتغيريهم. ماشي، انا هاخد الواد عمرو ونطلع بالليل على السحر والجمال نجيب التموين. اهم حاجه تعدي عليا بالليل. ليه؟ انتي معاكي تموين يكفيكي يومين. يا ستي انا بحب امن نفسي،
محدش ضامن الظروف عامله ازاي. ماشي، بس تقولي لي قلتي ايه لجوزك عشان تاخدي منه الفلوس دي؟ يا علي الاخبار، طمني. تمام يا حسام باشا، كله تحت السيطره. تحت السيطره ايه بس وزفت ايه؟ وبتوع السحر والجمال طايحين ولا حد عارف يلمهم. ما انت عارف يا حسام باشا النظام. يا باشا لا نظام ولا زفت، البلد لازم تنضف من الاشكال دي وانا هنزل انضفهم. يا حسام باشا ما انت عارف الاوامر. يا بيه لا اوامر ولا غيره. انا اتكلمت مع اللواء رفعت الهواري وهو كمان مش عاجبه الكلام ده، واداني كارت بلانش قال لي اتصرف. وانا بقى لازم انزل بحمله وهجيب العيال دي يعني هكذا. باشمهندس رائف، رائد مطار السيوفي مبحث عام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا طبعا مقدر قلق حضرتك ومقدر اللي انت فيه جدا، بس احنا دلوقتي قدام قضيه شرف قتل لواحد من اهم محامين مصر، فكنت حابب اعرف من حضرتك بس بتتهم حد معين؟ والله يا فندم انا ما عنديش دليل عشان اتهم حد، لكن كل الناس بتربط عماد وصفي باللي حصل لوالدي. عماد وصفي بره البلد بقاله اسبوعين واحنا ما عرفناش نستجوبه برضه. حضرتك يا فندم سيد العارفين، محدش من الكبار لما بيعوز يعمل حاجه بيروح يعملها بايده. يعني عماد وصفي مش هيجيب مسدس ويضرب ابويا بالنار قدامي. يعني كلامك منطقي هندسه، بس انا حابب اوعدك ان اول ما هيوصل هنستدعيه ونستجوبه. ده لو رجع. هيرجع، عشان هو لو ما رجعش هيبقى بيثبت الموضوع على نفسه. مش القضية دي بس، وقضايا تانية كتير يا باشمهندس. القضايا اللي عليه دي مش قضايا جنائية، دي قضية تعويض. 24 ساعة في النيابة، ده لو راح النيابة أصلاً وهيخرج. أهم حاجة عندي دلوقتي مفيش حد تاني غير عماد وصفي أنت بتتهمه. في الحقيقة معرفش. ما تعرفش؟ إيه هندسة؟ أنت مش عايز تعرف مين اللي حاول يعمل كده في والدك؟ مش عايز اعرفه. ده انا لو طلته هاكله باسناني. لا لا ما توصلش لكده. امال انا لازمتي ايه برضه؟ اوعدك ان انا هجيبه وهجيب لك حقك تالت ومتالت. تمام يا فندم. طبعا انا متشكر لحضرتك جدا. استاذنك دلوقتي بس عشان اروح للدكتور، انت عارف الحاله يعني. طبعا هندسه، اتفضل وهنتقابل تاني. ان شاء الله. شكرا جزيلا. اتفضل يا فندم. بسرعه شويه يا حمدي. اكتر حاجه بحبها فيك يا استاذه انك عرفتني يعني ايه اجر على اكل عيش. يا حبيبي بسرعه شويه بقى كده مش هنلحق. نلحق ايه يعني؟ مش الحادثه حصلت خلاص يعني؟ لما نروح بدري نشوفها من اولها يعني؟ يا ابني ما انا قلت لك 100 مره تخس، مش ناقصاك بقى على الصبح. في ايه يا حمدي، انت زعلت؟ لا كنت باخد نفسي. يلا يلا عشان نلحق الحادثه، يلا بسرعه بسرعه. يا رب يا رب. حاضر حاضر. بتدور، هي بتدور. ما اخبيش عليك يا استاذ رائف، الرصاصه اللي اصابت ولد حضرتك في ظهره جت في منطقه شديده الحساسيه في النخاع الشوكي. يعني ايه؟ احنا بنعمل كل ربنا قدرنا عليه، بس ان والدك يرجع يمشي تاني زي الاول العمل ضعيف جدا. انت بتقول ايه يا دكتور؟ يعني مش هيمشي تاني؟ طب احنا ممكن نسافره في اي حته في العالم، مش مهم الفلوس بس يمشي. صدقني يا استاذ رائف، لو في اي حته فيها علاج لحاله والدك او يقدروا يعملوا حاجه اكتر من اللي احنا بنعملها انا كنت قلت لك وكنت سافرت معاه بنفسي. اللي انا بقوله لحضرتك ده راي الطب، مش عايزين ننسى ان ربنا دايما قادر على كل شيء. Thank you.
طمنيني على أنكل ثابت، أخباره إيه دلوقتي؟ أنا لسه كنت بكلمه في التليفون، قلت أعدي عليه قبل ما أجيلك. قال لي مش هينفع، أنا رايح المستشفى. قلت له طب وحياتك تبقى تطمني. ربنا يستر، حالته كانت وحشة قوي امبارح. آه والله يا حبيبي صعب عليا قوي قوي. إلا قولي لي يا رجل، أنتِ قلتي لمامتك وأختك على اللي حصل مع حسن؟ قلت، ويا ريتني ما قلت. ليه؟ خير في إيه؟ هينطوا يجولي هنا دلوقتي. لا طبعا ده طبيعي، مش لازم يقفوا جنبك. انا لا عايزه حد يقف جنبي ولا عايزه حد يقف ورايا، انا عايزاهم يسيبوني في حالي. ودلوقتي زمان ماما كلمت حسن وهتجيبه على ملا وشه ويقعدوا ويعملوا في حوارات ملهاش اي 30 لازمه. انا مش فاهمه انتي مال دماغك ناشفه كده ليه؟ دماغي ناشفه في ايه بس؟ كنت عايزاني اعمل ايه؟ اقول له تمام اتجوزت، تمام عادي انا مسامحاك مفيش اي مشكله، ولا اقول له هات مراتك وابنك وتعالوا عيشوا معايا؟ ايه الاوفر اللي انتي فيه ده؟ انا ما قلتلكيش ولا حاجه من اللي انت بتقوليها دي. وبعدين الراجل عنده استعداد انه يطلق مراته ويجي يعيش معاك يا ستي. هو انت اخر مره اتكلمتي مع امه؟ انا ما اتكلمتش معاه. يعني انت جايبه الكلام ده من نفسك؟ لا انت اللي قلتيلي الكلام ده. حسنى بلاش لف ودوران، انا عارفاكي كويس. اخر مره اتكلمتي مع حسن امتى يا حسنى؟ ده رائف، استرها يا رب. ايوه يا رائف، ايه في ايه مالك؟ طب اهدى شويه، اهدى اهدى عشان افهم. في انت فين؟ باشمهندس رائف يا جماعه، باشمهندس رائف، باشمهندس رائف، باشمهندس رائف، اديني في محاوله قتل والدك. هل فعلا عماد مصفي ليه يد في الجريمه دي؟ عايزين نعرف حاله المستشار ثابت، استقرت ولا لسه؟ رد على البنت، رد على البنت. اسمع يا رائف يا ابني، احنا ممكن نكلم ماركو في امريكا ونبعت له الاشعاعات والتقارير هو يعرضهم هناك. لا يا عم جورج، الدكاتره قالوا انه السفر بره مش هيعمل اي حاجه، مش هيبقى في جديد يعني. طب ما نجرب يا رائف، احنا هنخسر ايه؟ انا رايي كده برضو، عشان نبقى عملنا كل حاجه بالظبط. والله انا الدنيا سودت في عينيا خالص، دماغي اتشلت عن التفكير، مبقتش قادر افكر ولا حتى اخد قرار. يا ابني انت راجل مؤمن، ربنا بيقول في القران الكريم ان الله مع الصابرين. ونعم بالله. وفي الانجيل لانكم تحتاجون الى الصبر حتى اذا منعتم مشيئه الله تنالون الموعد. ان شاء الله الازمه دي هتعدي على خير. ان شاء الله خير. اتفضلي يا حبيبتي. تسلمي يا قلبي. انا مش فاهمه بس والله يا ماما، انتوا ايه اللي جابكم؟ ايه اللي جابنا؟ معقوله امك تسيبك في ظروف زي دي؟ ايه بس الظروف اللي زي دي؟ ما انا زي الفل اهو قدامك، ما فيهاش حاجه. لا انت مش زي الفل، انت بس السكينه لسه سرقاكي. طب انت عارفه انا اصحابي في البنك. بقول لك ايه يا هدى، انا ماليش دعوه باصحابك يا ماما، ما تقعديش تحكي لي على صعبانيات، انا مش ناقصه. شفتي مش قلت لك اللي في دماغها هتعمله؟ اختي وانا عارفاها. عارفه مين ولا مش عارفه مين؟ انا خلاص كلمت حسن قلت له تعالى ونتفاهم بالراحه. ليه كده يا ماما؟ ليه عملتي كده؟ لا طب ايه رايكم بقى؟ انا هخرج دلوقتي ومش هرجع غير وش الفجر. ها ايه ده؟ الحياه المجنونه بنت المجنونه دي؟ راجيه ما لحقتهاش. ده انت حته بيت. اهلا وسهلا يا باشمهندس، ده اخويا مصطفى بيقول لي انك انت هو اكتر من الاخوات. مصطفى ده عشره العمر، هو اللي مهون عليا السفر، اخلاقه عاليه جدا. بعد ما شفتك وشفت العيله هو يعني ما جابوش من بره، سماهم على وجوههم. الله يخليك يا باشمهندس، ده بس من كرم اخلاقك. تشرب ايه؟ لا لا مفيش داعي والله، انا لسه جاي مش هقول كتير، انت عارف بقى الزمايل في السفر، خد وهات واشحن موبايلات على بلاي ستيشن يعني. ربنا يجازيه خير يا باشمهندس، بس برضه لازم تشرب حاجه. بص ده احنا عندنا بن بقى، ما تقولش لعدوك عليه. اشكرك جدا يا درش، خد بقى عد دول. معقول برضه يا باشمهندس ده كلام برضه؟ بأمانه يا مصطفى عد. يا سيدي في بيتها. عد يا درش. خلاص ما انا وانت مسامع عامل ايه؟
خير يا مصطفى، في حاجه؟ هو الحقيقه اصل مصطفى كان قال لي اني بعت 10000 درهم ودلوقتي 5000 بس. انا ما فتحتش الظرف والله، انا يعني زي ما اداهولي بطوله هنكلمه. ما قدرش، انا في بيتك هنا في مصر، اخوك معك اهو بكلمه. الو، ايوه مصطفى حبيب قلبي، عامل ايه؟ وانت بعت فلوس كام؟ 10000؟ ماشي يا اخويا، المهندس نار معاك. قدرش، لا لا غلط عندنا، اكيد في غلطه. بكره الصبح ان شاء الله المبلغ هيكون معاه. مع السلامه. أنا آسف جدا، إن شاء الله بكرة الصبح المبلغ كله هيكون معاك. لا مفيش حاجة يا باشمهندس، وأيوه حضرتك فاضي بقابلك في حتة خربت الفلوس، ما تشغلش بالك. ماشي، أنا اللي هجيلك، أنت مش هتجيلي، الفلوس كلها هتكون عندك. طب عشان خاطر أعملك فنجان قهوة على مزاجك؟ ماشي. إزاي؟ أنا ما فتحتش الظرف، معقول يكون مصطفى غلط؟ بس ازاي؟ ممكن يغلط في 100 200، انما 5000 درهم موقف سخيف كنتش اتخيل اني اتحط فيه. حاجه تجنن، ازاي ده حصل؟ ألف شكر يا عمنا. العفو يا باشا، تحت أمرك. إيه تمام؟ زي الفل. طيب يلا بينا على السحر والجمال. لا لا بقول لك إيه، أنا مش عايز أروح المشوار ده. ليه؟ ما قلق نتمسك في الكمين ولا حاجة. في إيه يا ابني؟ إحنا رايحين بعربيتي مش بعربيتك، وبعدين أنا كنت راكبة ورا ما حدش شافني أصلاً، وأنت لابس أهو كاب ونضارة، في إيه؟ في إن الفار اللي عمال يلعب في عبي بينط لبره من كتر ما أنا مقلق من الحوار ده يا هند. هتجمد قلبك كده يالا، في إيه؟ أنت بقيت عيل سيس قوي كده ليه؟ سيس؟ أنت قديمة قوي. عموماً يا ستي أنا بقى سيس بجد لو ما جيتش النهاردة البيت وطلبت إيدك من أونكل. فكك بس من أونكل دلوقتي، الاصطفاية اللي هناك تستاهل المغامرة. رغم ان انا مقلق بس ماشي. دولاب مرعي شمال. وش شمال؟ مساء الفل يا عمنا. مساء الفل يا برنس. فين حاجتك الحلوه يا عم مرعي يا حلو؟ موجود. بقول لك ايه؟ يا عم مرعي؟ انت مفيش مره تيجي كده لوحدك؟ عم مرعي دي خطيبتي يا عم مرعي. طب وماله؟ ما تاخد ده وتسيبها. عم مرعي بقول لك دي خطيبتي. بلاش. لا لا ها بقول لك يا عم مرعي. بلاش ايه بس؟ بس يعني دي اكتر بنت انا حبيتها يا عم مرعي وهتبقى مراتي يا عم مرعي. يا عم هاتها وبعد كده خد غيرها. بس اقف قبل ما يجري، قبل ما يجري. اجري يلا. اقف انت وهو ولا اقف يلا. اتحفظي على قلبي. وراه. انا من ساعه اللي حصل وانا بشرح لراجيا اني ما كانش قصدي اخونها او احب واحده تانية عليها. انا كان كل غرضي ان انا اخلف وبس، وخبيت عليها لاني بحبها، ما كنتش عايز اجرحها. وهو في جرح اكتر من ان الست تتخان؟ انها تعيش عمرها كله مغشوشه في الراجل اللي بتحبه وبتنام جنبه، فجاه تصحى كده تلاقي كل دنيتها كذب في كذب. عادي، ده مش جرح. انه يضحك عليها كل يوم بحكايه شكل، حتى الهديه اللي بيجيبها لها بيجيبها لها عشان حاسس بالذنب مش عشان بيحبها، مش كده؟ ده مش جرح. أنا بس كل اللي قاهرني إن أنا مش بس عشت مخشوشة، أنا كمان عشت غبية، لأني طول الوقت كنت بديك أعذار
وقولي حرام. حسن طول الوقت شقيان في شغله. بلاش يا حبيبي، اهدى شويه في شغلك. وانت تقولي لا، معلش معلش يا راجل، دي مصالح ناس، دي مساله حياه او موت. اتاريك بتحيي الناس كلها وتموتني. يا بنتي الكلام مش بالشكل ده. الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. انا مستعد انزل دلوقتي حالا اطلق الست التانيه كده بمنتهى البساطه، ولا كانك عملت حاجه. يا راجل حسن شريكي وعايز يعمل كده. لا مش شريني، لو كان شريني ما كانش خدني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس، ليه ليه عملت كده؟ ما انا لو كنت رفضت ان انت تتجوز كنت هقول معذور. ده انا اللي قلت لك روح اتجوز بعد اخر عمليه تلقيح صناعي عملتها وفشلت. ليه لما قلت لك كل واحد يروح لحاله ما رضيتش؟ ليه عملت كده دلوقتي؟